محمد نبيل ودي الفينومينا. هي قوى روحية نابعة في اعتقاد البعض بأن الكون يحوي مخلوقات تتصف بالذكاء وليست من جنس الإنسان، مخلوقات خفية تساعد من يسخرها على تسيير الأمور على النحو الذي يريد حتى ولو كان على حساب أذية الآخرين. اختلف عليها العلماء ولكن اتفقت عليها الأديان والمعتقدات، واللي بيطلق عليها اسم الجن أو الجن باللغة العامية. وكلمة جن في اللغة العربية جاءت في الأصل من مادة جنة أي خفية واستتر. بحسب الأديان والأساطير العربية القديمة فهي كائنات تعيش في ذات العالم ولكن لا يمكن رؤيتها عادة. يقال أن المخلوقات دي بتعيش في جميع بقاع الأرض وبالأخص في الأماكن المهجورة والبحار والمحيطات والجزر وشقوق الأرض والصحراء. لم تنكر العديد من المعتقدات الدينية وجود ما يعرف به الجن، بل أكدت على وجود مثل هذه الكائنات على سبيل المثال زي الدين الإسلامي والدين المسيحي واليهودي والهندوسي، وحتى الفراعنة كانوا بيعتقدوا في وجود الجن والسحر. ومن هنا جت فكرة فيلم ديزني المعروف علاء الدين اللي بيخرج له الجن من المصباح السحري وبيحقق له كل أمنياته. والسحر على حسب ما يقال هو القوة النابعة من المخلوقات دي. مختلف تعريف السحر من مكان لمكان ومن أمة لأخرى. على سبيل المثال بعض القبائل بتقول إن قوة الأجداد زي قبائل الفودو، والبعض بيعتبره هو قوة أرواح الأشخاص أنفسهم، وآخرين بيعتبروه هو قوة الطبيعة أو قوة كونية أو أعمال الشياطين. تعددت التعريفات ولكن المبدأ واحد وهو القوة المجهولة والخفية. خلينا في البداية نتناول الموضوع من الناحية العلمية. على مر عقود من الاعتقاد الراسخ لدى علماء الفيزياء النظرية بأن الكون يحتوي على أربع قوى أساسية أو الفوندمنتال فورسز، وهم الجرافيتيشنال فورس، الإلكترومغنيتيك فورس، والسترونج أند ويك نيوكلير فورسز أو قوة الجاذبية، والقوة الكهرومغناطيسية، والقوة النووية القوية والضعيفة. واللي بيحكم العلاقة بينها هو نموذج قياسي لطالما تم العمل عليه لتطويره وتنقيته من أي شائبة أو عيب. ألا أن النموذج ده مؤخرا أصبح عرضة للتغيير في أي لحظة، وده بسبب اقتراح بعض العلماء المعاصرين لبعض النظريات التي تضارب نظرية القوى الأربعة، واللي بتفترض وجود قوى أساسية أخرى غير القوى الأساسية الأربعة واللي أطلقوا عليها اسم Fifth Force أو القوة الخامسة، واللي أصبحت في خلال العقود الأخيرة هي موضع اهتمام العديد من البحوث والعلماء، واللي ممكن تكون بشكل أو بآخر بتدعم فكرة القوى المجهولة أو السحر. والسحر بيتم تصنيفه من قبل بعض المجتمعات العلمية ضمن علم يطلق عليه اسم الباراسايكولوجي أو خوارق اللاشعور. واللي ما يعرفش إيه هو علم الباراسايكولوجي، هو علم يهتم بدراسة الخوارق أو كما يطلق عليها extrasensory perception، يعني الإدراك خارج الحواس. وعلم الباراسايكولوجي بيتم تصنيفه من قبل بعض المجتمعات العلمية من ضمن العلوم الزائفة أو السولو ساينس. واللي ما يعرفش يعني السولو ساينس أو العلم الزائف، فهو ببساطة علم يحاول شرح الظواهر الفيزيائية التي لا يمكن إثباتها بالطرق العلمية. معرفة الإنسان للسحر مش موضوع مستحدث ولا جديد، كما أن هناك العديد من الكتابات القديمة التي تحدثت عن السحر زي قصائد هوميروس وكتابات بلاد فارس القديمة وكتابات رجال الدين الزرادشتية وكتابات قدماء المصريين، واللي تركزت على استعمال ورق البردي في السحر. ولكن المثير في الموضوع هو وجود نقاط تشابه بين الكتابات القديمة حول السحر، منها على سبيل المثال استعمال ما يسمى بالكلمات السحرية، وهي كلمات يعتقد البعض أنها قادرة على تطويع وتوجيه الأرواح. رقم 2 استعمال آلات موسيقية بدائية مصنوعة من الخشب وإحداث أصوات متناغمة نوعا ما أثناء الطقوس. رقم 3 استعمال رموز وكتابات وشفرات غامضة واللي بيطلق عليها اسم الطلاسم لغرض استحضار الأرواح. رقم 4 استعمال وسيط بين القوى الخفية والسحرة، واللي عادة بيكونوا أشخاص بيزعموا قدرتهم على استقبال رسائل من القوى الغير مرئية. على حسب برضو ما يقال في التراث فإن السحر بينقسم إلى نوعين، سحر أبيض وهو المستخدم في أعمال الخير، وسحر أسود وهو المستخدم في أعمال الشر والذي يعتبر من أخطر أنواع السحر. وفي أقاويل تانية بتنفي وجود ما يعرف به السحر الأبيض وبيعتبروا إن كل ما هو سحر فهو ضار وخطير. خلينا نتناول مع بعض كده مثال على واحد من اكتر انواع السحر شهرة، واللي على حسب ما يقال عنه ايضا انه من اخطر انواع السحر الاسود، وهو سحر قبائل الفودو. سحر الفودو من قبل ما يكون مجرد نوع من انواع السحر فهو معتقد ديني متأصل في غرب افريقيا، بالتحديد في توجو، بنين، بوركينا فاسو، وانتشر حتى وصل الى امريكا الشمالية. وسحر الفودو بيعتنقه تقريبا 50 مليون انسان حول العالم، وهو من اكتر الديانات المتعلقة بالسحر الاسود. وقبائل الفودو بيعتقدوا في ان الاله بيتمثل في ارواح الاجداد والاباء اللي ماتوا، وكل طقوسهم بتقوم على طاعة الارواح اعتقادا منهم في انهم كده بيرضوا الالهة. والفودو عادات كتير جدا غريبة، زي ان عندهم يوم في السنة بيتجمعوا فيه السحرة والكهنة مع بقية الناس للاحتفال وتحضير الجن وتقديم القرابين ليهم عن طريق الذبح، واللي في الغالب بيكون ذبح الطيور. بتنقسم البشرية في عقيدة الفودو الى قسمين، القسم الاول بيتكون من الكهنة والسحرة الكبار، والقسم الثاني بيتمثل في عامة الشعب واللي بيكون كل شغلهم هو السمع والطاعة وتنفيذ كل ما يأمر به السحرة والكهنة، وده طبعا عشان امور حياتهم تمشي والارواح تحقق لهم رغباتهم. كلمة الفودو معناها الدمية، وده كان السبب في تسمية النوع ده من السحر باسم الفودو.
واللي فيه بيقوم الساحر او بابا الفودو زي ما بيسموه اتباعه بالاتيان بدميه على شكل انسان، اما على شكل مذكر او على شكل انثى، وده طبعا بيكون على حسب نوع الشخص المستهدف. وفي ملحوظه سريعه هي ان الدميه مش بالضروره تكون بالشكل المتعارف عليه، وانما ممكن تكون من الخيوط او من القش او من القماش، يعني مش شرط تكون بالشكل المتعارف عليه. بعد كده بيجيبوا اثر الشخص المستهدف بين قوسين اثره، بمعنى انهم بيجيبوا حاجات زي الاظافر، الشعر، الدم، وغالبا ما بيكون الدم لان الدم هو المفضل عند معظم السحرة في العموم. بياتي الساحر بالاثر سواء كان دم او شعر او ظفر وبيضعه في الدميه، ثم بيقوم الساحر بغرز دبوس في الدميه تحديدا في المكان المراد ايذائه. وعلى حسب ما يقال انه اذا اراد ايضا ايذائك في مكان معين زي القلب مثلا، فانه ياتي بالاثر ويضعه في منتصف الدميه، ثم ياتي بدبوس ويغرزه مباشره في القلب وهكذا، سواء بقى كان في القلب، في الراس، في الايد، في القدم. وبعض السحرة بيتعمد وضع الدبوس في اكتر من مكان في الدمية لإصابة الانسان في اكتر من مكان. دول مش سحرة، دول عربجية. وصدق او لا تصدق، الممارسات دي وغيرها كتير من الممارسات الغريبة بتثير قلق السياسيين في العديد من البلدان، وده بيدفعهم لتجريم الفودو ومقاضاة كل من يقوم باي نوع من انواع السحر. كتير من البلدان بتجرم سحر الفودو بالاخص زي نيجيريا، الكاميرون، وغانا، وده نظرا لخطوره الناس دي على المجتمع. انتشر سحر الفودو ووصل في اخر 200 سنه الى الامريكتين، وده بسبب تجاره العبيد. ومؤخرا انتشر السحر في بعض الدول العربيه ولكن قليل جدا الحمد لله. الظاهره دي وغيرها من الظواهر الغريبه واللي بالرغم انها لم يثبت صحتها علميا او خطاها، الا انها تنبهنا الى ان الانسان مهما بلغ تطوره في كثير من المجالات العلميه واعتقاده في انه وصل لذروه العلم والاحكام المطلق بالعلوم اللي يمكنه من ان يحكم السيطره فعلا على كل شيء، الا ان الطبيعه ومعمول الوقت بتثبت للإنسان عكس كل ده، وإنه ما زال فعلا لسه جاهل بكتير جدا من الظواهر، وإن خفايا الطبيعة لا تنتهي. والظاهر كده اننا هنفضل مش قادرين نعرف كل حاجه. بس لو حابب تعرف اكتر عن الظواهر الغريبه دي تقدر تتابع صفحتنا الرسميه على فيسبوك، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك كومنت وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك، ولو بتتفرج عليها من على اليوتيوب ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد ينزل. والسلام علينا وعليكم.